بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كلمات هذه الآية المباركة الرابعة من أم الكتاب، مالك يوم الدين. مفردات هذه الآية المباركة مالك يوم الدين. مالك، معنى هذه الكلمة واضح: المهيمن، المسلط، سلطة قدرة، هذا هو معنى مالك. كلمة يوم أيضا معناها واضح: يوم الدين من أسماء يوم القيامة. لماذا؟ شنو يعني يوم الدين؟ يعني يوم القيامة. لماذا سمي يوم القيامة بيوم الدين؟ الدين من معانيه القضاء، فيوم القيامة يوم الدين يعني يوم القضاء. من معاني الدين الجزاء. يوم القيامة يوم الجزاء أم لا؟ يوم الجزاء، إما باعتبار القضاء أو باعتبار الجزاء. يوم القيامة هو يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله، مالك يوم الدين، نفس المعنى. طبعا عبارة مالك يوم الدين أقوى وأدل. من أسماء الله سبحانه وتعالى الديان. هذا وارد في الأدعية، في الروايات الشريفة. في دعاء الافتتاح، حتما تقرون هذه الليالي دعاء الافتتاح، في مقطع من: الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين. ديان، الحاكم، المجازي، هذا ديان.
بل في الروايات الشريفة هذه الكلمة كلمة ديان بهذا المعنى، بمعنى الحكم، وردت بالنسبة إلى المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حتى في مصادر العامة هذا الشيء وارد كنموذج في النهاية لابن أثير يقول عن النبي في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: كان علي عليه الصلاة والسلام ديان هذه الأمة. والغريب شفت أنه البعض هو ابن الأثير يقول في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، لاحظت أنه البعض نقلوا هذا الشيء يقولون كما يقول بعض السلف، قول حديث، لا إحدى مشكلة، وأنت جاء تنقل، انقل كما هو المتن، كما هو نصه. سئل، يمكن عبارته هيك، سئل بعض السلف عن علي عليه الصلاة والسلام فقال كان علي ديان هذه الأمة. العبارة مو هكذا، عبارة ابن الأثير هذه في حديث، حديث كلمة حديث في المصطلح الحديث نبوي، هم شيء ثاني وما عندهم يسموه حديث. الحديث يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، لا علينا. في أحاديثنا أيضا هذا المعنى ورد في كتاب سليم ابن قيس عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: علي ديان هذه الأمة والشاهد عليها والمتولي لحسابها. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وآله يخاطب مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما يقول: يا علي، أنت ديان هذه الأمة والمتولي حسابها، وأنت ركن الله الأعظم يوم القيامة. ألا، هذه عبارات يمكن البعض ما يتحملها، كيف اللي يتحمل يتحمل اللي ما يتحملها كيف؟ ألا وإن المآب إليك والحساب عليك، والصراط صراطك، والميزان ميزانك، والموقف موقفك. هذا ينافي أن الله سبحانه وتعالى هو الديان؟ لا، واضح القضية قضية طولية. الله الديان، جعل عليا هو الديان، شنو الإشكال؟ الله هو الحاكم المطلق، هو مالك يوم الدين، هو جعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يملك، شيء جدا طبيعي. الله لا يملك ملابسي، والله عز وجل ملكني هذه الملابس، من الذي ملكني؟ الله عز وجل. الله الذي يملكني ملابسي، يملكني سيارتي، يملك يوم القيامة، يملك الجنة، لا أحد، الأمر له، لا يتمكن أحد أن يعترض على الله سبحانه وتعالى. لا نقول أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أو أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو في عرض الله حتى يصير شرك، لا، الله جعله، الأمر لله، والأمر يومئذ لله، خلص، هو اللي يعين، هو معين أمير المؤمنين، هذا رسول الله، هو الناطق عن الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، رسول الله يقول، خلص، تسليم معنى هذا، أصلا الإسلام معنى هذا. على أي حال القضية عندنا قضية محلولة، ولكن البعض لعله ما يتحملون هذه الأمور. الإنسان اللي يتحمل يتحمل، اللي هم يتحمل ما يتحمل. هذه الآية المباركة سورة الحمد، سورة حقا حقيقة بأن يتوقف عندها، وهي أعظم سور الله، أعظم سور القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بداية سورة الحمد بعد البسملة: الحمد لله،
هذا الله منه؟ شنو وصفه؟ وصف نفسه بالمبدأ، المبدأ منه والمنتهى أيضا إليه. الحمد لله، أول شيء حديث عن المبدأ، رب العالمين، هذا مبدأ، الخالق الرب، من معاني الرب الخالق، من معاني الرب الذي يربي ينمي، الله عز وجل هو الخالق، الله عز وجل هو الذي ينمي، هذا فيما يرتبط بالمبدأ، مبدأ الخلائق. مالك يوم الدين، هذا المعاد، المبدأ والمعاد، الله عز وجل رب العالمين، الله عز وجل مالك يوم الدين، بينهما الرحمن الرحيم. هم حديثنا مضى عن هاتين الصفتين، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر المبدأ وذكر المنتهى، ذكر المبدأ وذكر المعاد. هذا الله هو اللي المبدأ إليه منه، المنتهى إليه. هكذا إله، بعدين نجي إياك نعبد وإياك نستعين، ذاك الشطر من سورة الحمد، شطر آخر يختلف عن هذا الشطر الأول لعله. فالحديث عن المبدأ والمنتهى، الله عز وجل في سورة الحمد في هذه الكلمة مالك يوم الدين جعل معاني كثيرة. لاحظوا، الله عز وجل مالك كل شيء، ليش الله عز وجل يقول مالك يوم الدين ومالك كل شيء؟ شنو خصوصية يوم الدين؟ أكو شيء الله عز وجل ممالك إليه؟ مالك كل شيء. خصوصية يوم الدين شنو؟ أولا، قد يقال بأنه الله عز وجل ذكر أنه مالك كل شيء لأنه قايل رب العالمين، ذاكر البداية وذاكر النهاية، البداية له النهاية له. إذن مالك يوم الدين مو جاي الآية تخصص بأنه مالك يوم الدين فقط، لا، هو ذاكر في البداية. إما هذا أو احتمال آخر لعله هذا الاحتمال أيضا يقوى، بأنه الشيء الثمين يذكر، الأشياء العادية عادة لا تذكر. شخص يملك عقار بملايين الدنانير مثلا، يملك شركة بملايين الدنانير، يملك أفرضوا مركز تجاري بملايين الدنانير، نسأله شنو تملك أنت؟ يقول أنا أملك هذه الشركة، هذا المركز التجاري، هذا العقار مثلا، هذا الشيء. أما ما يقول أنا أملك ملابسي اللي تسوى أفرضوا 5 دنانير مثلا. هذا اللي يملك ملايين يذكر ذيك، هذه الأشياء الصغيرة لا تذكر. الله عز وجل مالك كل شيء وملكيته لكل شيء بالنسبة إلى الله عز وجل سواء، يعني ملكيته لذرة وملكيته لكل السماوات والأراضين نفس الشيء، بالنسبة إلى الله عز وجل نفس الشيء، بالنسبة للمخلوقات الوضع هو يختلف. يوم الدين أين والعوالم كلها أين؟ عالم الدنيا واللي قبل عالم الدنيا واللي بعد عالم الدنيا، عالم البرزخ، أصلا كل هذه العوالم بالنسبة إلى يوم القيامة لا شيء، جدا صغيرة، ذرة في صحراء، قطرة في بحر، كل العوالم، إذا نحسب كل العوالم بالنسبة إلى عالم القيامة لا شيء. فالله عز وجل ركز في هذه الآية المباركة على ملكيته ليوم الدين. اللي مالك يوم الدين مو مهم يكون مالك للعوالم السابقة أو ما يكون، هو مالك بس لا شيء. اللي عند المليارات ما يتحدث عن الذرات الصغيرة. طبعا قلت هذا بالنسبة إلى الله عز وجل لا يختلف، الأشياء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى سواء، المخلوقات كلها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى سواء، بالنسبة إلى قدرته، بالنسبة إلى علمه، بالنسبة إلى كل شيء. يعني شوفوا، الله عز وجل إذا أراد أن يخلق ذرة صغيرة جدا أو أراد أن يخلق كل السماوات والأراضين يخلقها بأبسط إرادة، يريد أن يخلق السماوات والأراضين، مليارات السماوات،
بمجرد ما يريد يخلق، ماشي؟ الله ما يحتاج يتعب، يريد. لا أقول يريد، الله عز وجل جعل إرادة أهل البيت تخلق، مو إرادته هو، هو إرادته واضحة. لا، جعل مخلوقاته إذا أرادوا شيئا يخلق. أمير المؤمنين الآن يريد شيئا، يخلق أم لا يخلق؟ فورا يخلق. إرادة أهل البيت، هذا بحث يذكروه في الكلام، في علم الكلام، يعني علم العقائد يسموه علم الكلام، يذكروه هناك أنه العلة التامة، إحنا عندنا جزء علة، عندنا مقتضي، عندنا علة تامة. العلة التامة في الكون يمكن أصلا ما تقدر تلقى شيء علة تامة لشيء آخر، ما عندنا تقريبا، نقول ما عندنا شيء بسيط يكون هو علة تامة لشيء. النار علة للإحراق بس مو علة تامة، هذا مقتضي، نسميه العلة التامة. النار مقتضية للإحراق، إذا ما كانت هناك موانع، إذا كانت هناك موانع النار ما تقدر تحرق، إذا كان الشيء مرطوبا النار ما تقدر تحرق. النار مو علة، إحنا نسميها علة، علة للإحراق، هذا مقتضي. أي شيء أنت تذكر لي أنا أقول لك هذا مقتضي، هذا مو علة تامة. إذا كانت موانع المقتضي ما يأثر. العلة التامة معناها أنه هذه إذا وجدت المعلول حتما يوجد، ماكو إذا لم تكن موانع. هيك شيء أنت يمكن ما تقدر تذكر لي أمثلة لهذا الشيء. من جملة الأشياء اللي هي علة تامة إرادة أهل البيت. إرادة أهل البيت مو مقتضي، علة تامة. يعني إذا رسول الله، إذا الإمام السجاد، إذا الإمام الباقر، إذا الإمام صاحب الأمر، أي واحد من المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام، إذا أراد أن يتحقق شيء في الوقت الذي هو يريد، يريد أن يتحقق الشيء الآن أو يريد أن يتحقق الشيء بعد ألف سنة، في الوقت اللي هو يريد، إذا أراد لا يتخلف المراد عن إرادته، لا يتخلف المعلول عن هذه العلة التامة. هذه علة تامة، هذا مو مقتضي. إرادة أهل البيت علة تامة، مو إرادة الله. الله عز وجل أعطى لأهل البيت هكذا إرادة. أهل البيت إذا أرادوا أن يخلقوا مجرة، لا يخلقوا سماء، سهل، بمجرد إرادة. رسول الله إذا أراد أن يخلق، أن تخلق سماء، فورا تخلق. فبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الأمر لا يختلف. يوم الدين هو يكون مالك إله، أو يوم الدنيا أو عالم الدنيا أو أي شيء عادي، بالنسبة إلى الله نفس الشيء، نفس الشيء اللي أقول لكم، يعني نفس الشيء، ماكو فرق، مو شوية فرق أكو، بس الفرق بسيط، أصلا ماكو فرق نهائيا، لا يوجد فرق بين أن يريد الله سبحانه وتعالى خلق ذرة أو خلق مجرة. الصدق ماكو شيء، ماكو فرق أبدا، نهائيا ماكو فرق، نفس الشيء، لأنه بأبسط إرادة يخلق هذا أو بأبسط إرادة يخلق ذاك. فإذن بالنسبة لله ماكو فرق، فلماذا ذكر أنه مالك يوم الدين؟ لأنه بالنسبة للمخلوقات الوضع يختلف، عالم هالقد أو عالم كبير جدا بالنسبة للمخلوقات هو يختلف. الله عز وجل يقول أن ذاك العالم الأكبر، عالم القيامة يوم الدين، أنا مالك إله. شو العوالم الثانية؟ الصفر، هو مالك لها ولكن صفر، ولذا ذكر يوم الدين. لاحظوا هذه الآيات من سورة الحمد، سورة الحمد هي أم الكتاب، سورة الحمد ذكرت لكم الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، هي في كفة كل القرآن الكريم في كفة. سورة الحمد ركزت على شيئين جدا مهمين، مهمين للغاية، المبدأ والمعاد. المبدأ والمعاد إخواني لا سؤالان مهمان لكل البشر، من أين جئت أنا وإلى أين أسير؟ هذا كل إنسان عاقل يفكر في هذا الشيء. أنا شنو بدايتي؟ بداية الخلق شنو هي أصلا؟ ثم منتهى الخلق أين؟ ابحث في كل الأديان غير السماوية، لا دين، لا أحد من البشر يتمكن أن يجيب جوابا صحيحا على هذين السؤالين المهمين.
الأديان السماوية تتمكن تجاوب جواب عدل. طبعا الجواب الصحيح عندنا هو دين الإسلام، لأن بقية الأديان حرفت، هي أديان كانت سماوية من الله سبحانه وتعالى، المشكلة أنها حرفت. ولكن بقية الأديان، بقية الناس لا يتمكنون أن يجيبوا على هذا السؤال، من أين جاء العالم؟ شنو الجواب؟ وهذا شيء مهم، هذا سؤال يدور في ذهن كل عاقل، ماكو واحد ما يفكر في طيلة حياته من أين جاء العالم. هذا السؤال شنو جوابه؟ هذول الفئات المختلفة من الوجوديين، هذول الملاحدة اللي ما يعتقدون بدين سماوي، أتعبوا أنفسهم، علماء كبار محققون، وجهود جبارة صرفت، وين وصلوا؟ وصلوا إلى أنه حدث انفجار، بهذا الانفجار خلقت هذه الأشياء، الشموس، الأقمار، الكواكب، البشر، وقس على ذلك بقية المخلوقات. حدث انفجار، بهذا الانفجار هذه الأشياء وجدت. الإنسان ما يدري يضحك أو يبكي، هذا كلام علماء طبعا تدرون. حدث انفجار، أولا هذا الانفجار حدث في مادة، يعني شيء كان انفجر، مو من العدم مرة واحدة صار انفجار خو. هذه المادة من أين جاءت؟ ما يخالف، حدث انفجار، بهذا الانفجار كل العوالم وجدت. مادة هذا الانفجار شنو؟ مادة هذا الانفجار من أين جاءت؟ هي كانت، قول إحنا كنا من البداية، ليش تقول هي؟ وهذا شيء لا يتمكن أن يتصوره بشر، كيف يكون شيء هو كان؟ فإذن هناك مادة، هذه المادة من أين جاءت؟ نفس السؤال ينتقل إلى المادة، فما صار جواب. هذا هو يريد يجيب على أنه من أين جاء، نسأل المادة من أين جاءت، تلك المادة للانفجار من أين جاءت. ثم حقا أقول يعني الإنسان يستغرب الانفجار، إحنا خلنا نفهم انفجار، شايفين يمكن بعضكم انفجار، هذا الانفجار الصغير ولا الانفجار الكبير؟ الانفجار يهدم الأشياء، يبعثر الأشياء، مو يصير انفجار كل شيء، أصلا بالانفجار كل شيء يروح في مكانه الصحيح، يصير شيء هذا انفجار اسمه؟ الذرات الدقيقة في كيان الإنسان، الذرات الدقيقة في الكواكب، الذرات الدقيقة في كل شيء، أكو دقة بالغة، والبشر يكتشف، اكتشف، هم العلماء اكتشفوا شقد أشياء البشر، مكتشف كل شيء في مكانه الصحيح بدقة بالغة، بالانفجار يصير كل شيء في مكانه الصحيح. هذا مو مضحك، هذا مو خلاف البداهة أصلا. ذكرت لكم، ويمكن بعضكم قارين هذه التقارير اللي صدرت أخيرا في هذه السنوات الأخيرة، كانوا يصورون الدقة واحد بالألف، ما أدري واحد بالكذا، اكتشفوا الدقة مو واحد بالألف، واحد بكذا مئة مليار أو بكذا ألف مليار، الآن الرقم مو ببالي. يعني لو هذا الكوكب كانت سرعته أكثر من هذه السرعة، مو أكثر، بنسبة واحد بالمئة، واحد بالألف، واحد بالمليون، واحد بالمئة مليار، لو كان أكثر كانت المنظومة الشمسية كلها تنهدم. يعني هيك دقة، دقة أصلا غير قابلة لتصور الإنسان، هذه الدقة حدثت بالانفجار. جاي تحكي ويا منو؟ هذا الكلام صادر ممن؟ صادر من عاقل؟ صدق عاقل يتكلم هيك كلام؟ وثم ما يخالف شيء انفجار يحدث، من أين تعلم أنه حدث هكذا انفجار؟ من الذي أخبرك؟ أنت كنت؟ هذا اللي جاي يقول حدث هكذا انفجار، هو كان موجود؟ هو ما كان موجود، شخص كان موجودا أخبره أنه قبل 10 مليارات سنة حدث انفجار في الكون، كل شيء راح في مكانه الصحيح. مو كل شيء راح في مكانه الصحيح، خلقت الأشياء بالانفجار،
يعني بس كانت مادة، الانفجار صار، الأشياء خلقت بهذا الانفجار، ما يخالف. من أين تعلم أنه حدث هذا الانفجار؟ من الذي أخبرك؟ شفت آثار لهذا الانفجار؟ لنفرض 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 أنه شايفين آثار، ما يخالف، شفتوا آثار للانفجار. يمكن الانفجار الآثار، الآثار مو موجودة في كل مكان، آثار الانفجار احنا ما نشوف آثار هناك، آثار الانفجار تشوفون انتو في أجسامكم، تشوفون آثار انفجار. لنفرض أنه شايفين آثار انفجار في كوكب، في مكان، في كذا، خلي يقولون هناك صار انفجار. لا، صاير انفجار في كل الكون. من أين؟ من الذي قال لك؟ من الذي أخبرك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يعني خلاف البداهة. ليش؟ ما الذي أوصلهم إلى هذه المشكلة، إلى أن يتكلموا خلاف البداهة، خلاف عقل كل عقلاء العالم؟ ليش؟ لأنهم ما يريدون يعترفون بوجود إله. وجود إله أبده لا أقول من، أقول أبده البديهيات. هذا أبده البديهيات ما يريدون يدعون به، يصير عندهم المشكلة. علماء كبار، هم واحد واثنين بالمئات بالآلاف يمكن اليوم، يقولون صاير انفجار، ما يخلف، خلي صدقك الناس، خلي صدقك عقل. السؤال الوحيد، السؤال، هذا السؤال من أين جئنا؟ هذا السؤال ما حد يقدر يجيبه إلا الأديان السماوية. السؤال الآخر أيضا لا أحد يتمكن أن يجيب على ذلك إلا الأديان السماوية. إلى أين نذهب؟ نفس التخرص، شلون يتكلموا عن المبدأ يتكلموا عن المنتهى، مجرد تخرص. قول الحكي سهل، جيب لي دليل، ماكو. إلى أين نذهب؟ وين راح ننتهي؟ ذاك اللي يقول راح ننتهي إلى عدم، يصير نصير عدم. من الذي قال لك؟ من أين علمت أنه راح نصير عدم؟ أنت شايف المستقبل؟ ذاك اللي يقول راح نتبدل إلى أشياء ثانية، من أين تعلم؟ جيب لي دليل. إحنا نقول عندنا دليل، نقول أكو الله، هذا الشيء البديهي نعترف به، خلاص نرتاح. الله هو يدري، هو اللي خالق، هو اللي جاي يمشي الخلق. قضية جدا سهلة ومحلولة، أبدا لا صعوبة لا شيء. نقول هذه القضية من القضايا الغيبية. يعني شنو؟ يعني نعترف بشيء لازم كل البشر يعترفون، أنه إحنا عقولنا ما تقدر تعرف من أين جئنا وإلى أين ننتهي، ما نقدر نعرف. لازم نتصل بالشخص اللي هو اللي خلق وهو اللي جاي يسيره، نسأل منه، هو لازم يقول لنا. هذا شيء لازم تعترف به، تسأل قضية سهلة. أنت ما تعرف هذه السيارة من أين جاءت، اسأل من الشخص اللي صنع هاي السيارة، قل له هاي السيارة من وين جاية، هو يقول لك. وين تروح، شنو بعدين، هو يقول لك. خلص المشكلة محلولة. غير أصحاب الأديان السماوية ما يقدرون يجاوب. هذان سؤالان من الأسئلة التي لا يتمكن أحد أن يجيب عليها. إحنا بسهولة نجاوب، هو الخالق، هو هيك قايل، خلاص قايل أكو قيامة، خلاص مرتاحين إحنا، بس غيرنا متورط. سؤال عن المبدأ، جوابه في سورة الحمد، بداية سورة الحمد الآية الثانية، الحمد لله رب العالمين. إلى أين ننتهي؟ الجواب في الآية الرابعة، مالك يوم الدين. وهاتان نقطتان مهمتان جدا. الكلمة الأخيرة بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، الله سبحانه وتعالى جعل القيامة شنو؟ القيامة محكمة، وشي؟ الله عز وجل جعل محكمة واحدة؟ لا. تصور الناس أن الله سبحانه وتعالى جعل محكمة واحدة، لا. أحد كبار مراجع التقليد رضوان الله تعالى عليه كان يقول الله سبحانه وتعالى بمقدار فهمي، هو كان يقول جعل 12
12 محكمة. محكمة أي عمل الإنسان يعمل من عمل حسن أو عمل سيء، أكو محاكم. المحكمة الأولى محكمة الضمير، ومحكمة النسل. هو كان يفصل درس كامل، أنا أتذكر درس كامل عن المحاكم بسرعة، طبعا كان يذكر شواهد من النصوص الشريفة من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. 12 محكمة، محكمة الضمير، محكمة الناس، محكمة التاريخ، محكمة ومحكمة. أكو محاكم، القضية مو فلتانة. تسوي شيء حسن وما تشوف آثارها، آثار ما تكون للعمل الحسن، ماكو هيك شيء. عمل سيء ما تكون إله آثار، ماكو هيك شيء. العمل الحسن له آثار، العمل السيء له آثار، والآثار تظهر. أين القصور أبا يزيد ولهوها، والصافنات وزهوها والسؤدد، أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد. بعدين يجي يوصف قبرة، هذا ضريحك لو نظرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. قم شوف وضعك، هذا ضريحك، هذا قبرك. هذا ضريحك لو نظرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. سامعين صوت الذباب؟ روحوا شوفوا. بعدين شنو يقول له؟ يقول له قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمدوا. تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. هذه محكمة لو مو محكمة؟ هذه شنو؟ كل شي سوى المسكين. هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مقيد، قيدته الوصية، قيده دينه. لا، ذرة انحراف أبد. لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله عز وجل في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت. هيك مقيد هذا أمير المؤمنين، هكذا مقيد. ذاك اللي راد سوى وبقى عند بعد أمير المؤمنين وحكم سنوات طويلة، وين هذه محكمة ولا مو محكمة؟ هذه من منكم رايح على قبره؟ ما رايحين؟ الحمد لله. اللي رايح شايف، روح للنجف. شنو تشوف في النجف؟ يرتد طرفك وهو باكن أرمدو. تدري يعني شنو يرتد طرفك وهو باكن أرمدو؟ شنو مقصوده؟ يقول من شدة النور عينك تدمع. هذا قبرك أنت هكذا، وروح شوف قبر أمير المؤمنين، شوف النور الموجود، عينك صير تبدأ تدمع من شدة النور. بالفعل طالع أنت هذه الكشافات، عينك تدمع لو ما تدمع. هاي الكشافات فد مظهر صغير. روح شوف قلوب الناس التي تهفو إلى أمير المؤمنين في كل العالم. روح شوف عندما ترجع من النجف الأشرف من كربلاء المقدسة، عندما يشوفك الناس يبكون. ليش يبكون الناس؟ بس تقول أنا جاي من كربلاء، بس تقول أنا جاي من زيارة أمير المؤمنين، عيون تدمع أم لا؟ مو محكمة هذه؟ الله عز وجل جعل محاكم ومحاكم، لكن هذه المحاكم كلها دون المستوى، ما فيها حكم كامل على كل شخص بكل ما فعل، ماكو جزء من المحكمة. الله عز وجل يريد يفهم للبشر اللي ما يفهم،
البعض يفهم، المؤمن يفهم، للمؤمن جاي قال حتى الإنسان يفهم أكو شيء. هذه محكمة صغيرة بس راح تكون محكمة، ذيك المحكمة بعد خلاص لا أحد يقدر يهرب منها. حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أنت اهرب من هذه المحاكم كلها، كذب كذب دلس كذا، حتى التاريخ دلسه، حتى لو سويت لو قدرت وما حد يقدر يهرب من كل هذه المحاكم، لنفرض أنك تهرب، هناك المحكمة لكل الأشخاص. وشنو؟ لكل الأعمال، مو لكل الأشخاص فقط، لكل الأعمال أيضا. والجزاء الأوفى، الجزاء الكامل، هنا جزء الجزاء، هذا المسكين قبره هكذا، هذا جزء الجزاء، هناك راح يشوف في جهنم وضعه. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الدنيا عظيم، هذا جزء الجزاء، في الجزاء صغير هناك عندما يكون مالك للجنة، مالك للجنة أمير المؤمنين. وإذا ذكرت لكم سابقا يمكن في خطبة في المسجد، وإذا رأيت ثم، ثم يعني هناك، ثم اسم إشارة للمكان، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. آل محمد ملوك الجنة، صلوات الله محمد وآل محمد. الجزاء الأوفى هناك، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الله عز وجل جعل محاكم بس الله عادل، جعل المحكمة الكبرى مالك يوم الدين، هناك المحكمة الكبرى. والمحكمة بيد منه؟ قرأت الرواية لكم، الحساب على أمير المؤمنين، كل شيء بيد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. مقاليد الجنة والنار، أنت قسيم الجنة والنار. أختم كلامي برواية شريفة، مضمون الرواية الشريفة، المأمون العباسي سأل من الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، قال شنو معنى أنتم ترون؟ المأمون يسأل من الإمام أنه علي قسيم الجنة والنار، شنو معنى هذه الرواية؟ الإمام عليه الصلاة والسلام قال له مو أنتم ترون، هو جاي يستشكل على الإمام، كأنه الإمام قال له مو أنتم ترون أن محب علي، مضمون الروايات الكثيرة في الجنة، أن حب علي، عفوا، حب علي إيمان وبغضه نفاق. قال إيه، هاي الرواية موجودة. قال الإيمان وين يودي الإنسان؟ قال يودي للجنة. قال النفاق وين يودي؟ قال يودي للنار. قال إذن علي قسيم الجنة والنار. وصلت لها راوي يروي الرواية، يقول عندما دخلنا طلعنا من عند المأمون، يقول سألت من الإمام الرضا ها هذا معنى الرواية الشريفة علي قسيم الجنة والنار؟ الإمام قال لا، هذا ما يفهم مضمون كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، واستفادي اللي في بالي، قال هذا أكثر من هذا ما يفهم. أنا هيك قلت له، وإلا علي في يوم القيامة يقول للنار هذا ولي دعيه تركي، هذا ولي وهذا عدوي خذيه، قسيم الجنة والنار خلاص. يقول للنار هذا ولي، هذا إلي مو إليك، ما عليك به، وذاك هم عدوي أخذي، قسم خلاص، هنا كل حساب بيده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم نور قلوبنا بنور حب علي وآل علي، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.